ثم لتعلموا أن الالتفاف حول الولاة في زمن الفتن من أعظم الحقوق على الرعية. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لم يكن نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه وأن يحذرهم من شر ما يعلمه، وإن أمتي جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها أمور، انظر، أمور تنكرونها ثم تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا، فإذا جاءت قال المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتأتي أخرى. فماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في زمن هذه الفتن؟ قال: من أحب أن يدخل الجنة وأن يزحزح من النار ماذا عليه؟ قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا هو حق الله، وليأتي إلى الناس بمثل ما يحب أن يؤتى إليه، يعني أنه يتعامل مع الخلق بمثل ما يحب أن يعاملوه به. ثم سكت. لا، هناك حق أعظم ما يكون من حقوق المخلوقين. قال: ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر.